تنقسم النفايات عموماً لقسمين، نفايات سائلة ونفايات صلبة، واثنيناتهم ممكن يشكلوا خطر. النوع السائل مثل مياه الأمطار ومياه المجارير، مياه الجلب البيوت والسوائل المستعملة للتنظيف بالصناعة ومواد تنظيف النفايات. النوع الصلب هو كل النفايات يلي بتطلع من بيوتنا وأماكن تانية، وبتتضمن دواليب السيارات، الصحف القديمة، المفروشات المكسرة وفضلات الأكل. النفايات السامة أو الخطرة يلي ممكن تهدد الصحة العامة أو البيئة هي المواد القابلة للاشتعال أو المتفاعلة أو المتآكلة أو السامة، مثل الطفايات، خزانات البروبان، المبيدات والمعدات يلي فيها زيبق، مثل ميزان الحرارة واللمبات والبطاريات.